السلام عليكم، حنايا سكان من غاز الحجر. مهم كيف ما كتشوفوا الحمد لله الحومه ما عندنا فيها حتى شي حاجه. اول طلب اللي عندنا هو الطريق. الطريق راه حنا مكرفسين زعما بزاف، كيف الكبير كيف الصغير كيف كلشي، من ناحيه المدرسه المرض اي حاجه. العيال كيمشيو للمدرسه بواحد الحاله اللي ما تقدرش تشوفها. الامهات كيهزوا العيال على ظهرهم باش ما يتغيصوش، باش يمشيو للمدرسه ما يكونوش في واحد الحاله اللي ما تقدرش تشوف فيها. المهم زعما صراحه طلعينا ما نطلبوا الطريق وداكشي، ما كنشوفوا حتى شي حاجه. الحمد لله دابا كنطلبوا الطريق صراحه الله. كما كتشوف الزبل راه هو الطريق، هذه هي الطريق ديالنا هاد الواد. كندوزو من داك الحجر اللي قد هيدايا، ما يقدرش الواحد جوج يجوزو مع بعضياتهم، اولا تكون عندك السخره ولا شي حاجه. تاكسي كنشبرو تاكسي في المدينه كنقولو له من غاز الحجر ما كيبغيش نهائيا، كيقول لك الا ديك الحومه ما نمشيش ليله بالرغيب والمزاوقه ومتقله ولا الواحد كبير، غير من غاز الحجر كيقول لك لا ما نوصلش تما. وصراحه الله كنتمناو مربي الحبيب يكون يعملوا لنا الطريق. اخرا دينا واحد المره من هنايا كانت يعني على عجله النفاس، ديناها طلعناها في الكاتري باش نوصلوها الطريق هنايا، باش نوصلوها السنه درمي بالعربيه. عينا ما كنقدموا في الطلبات للولايه، ما خلينا حتى شي مقر اللي ما طالبناه شي. كان الطفل في الشتوى كيعاني واحد الشيء ما يتصورش، فهمتي؟ وهذا زعما المعاناه من غير الاطفال ديال المدينه ياخرين ولا حتى هما كيخصهم يكون عندهم حقوق وواجبات وما يحسوش بانهم اقل يعني تلاميذ اخرين. وماشي غير الطريق، دابا هذا غير واحد المطلب اللي كنطلبوه. راه العيال صغارين كيكونوا هنايا كيلعبوا ساعه ساعه، كتجي تشوفهم كيعزوا عليك، كيكونوا كيلعبوا الكره، كلشي مضروب كلشي مجروح، كيجيو ينقزوا الحجار ما كاين حتى شي حاجه. ما عندنا طاروز الزبل حاشاك لا حتى شي حاجه. ملي كيطيح الشتا الشتا بعدا خصك جوج سبردينات، اما البوطه باش تخرج من هنا. ملي توصل للقنطره خصك تجبد السبردينه باش تبان في استفاد الناس. مرتي واحد ما كتجبروه باش خرجوه، ما كاين حتى شي حاجه اللي كتفتش عليه ما كتجبروش في هذه الحومه هذه. خصنا شي دابا خصنا شي حل لنا، تشوفوا لنا يطرقوا لنا الطريق ولا يعملوا لنا شي حاجه. والساكنه في هذه الحومه هذه مضره بزاف، تسمى كيطيح الشتا كي هذيك ما كتجبروا مين ندوزوا. باقنا عملنا شكايات اللي هي دابا من 2014 حنا كنقوموا بالشكايات وما كاينش لا حاجه اللي ما تنادي، ما كاينش اللي ما كاينش يدلع المره. راسنا البلديه الولايه كلشي ما كاين حتى شي داخل المره، ما كاين حتى شي حاجه. على سبيل المثال انت كتشوف الطريقه انت شفتيها، الحجره انت شفتي كندوزو فيها راه فينا 50 سنتيم ماشي مكموله. هاد الشباب كاملين كيقراو في العقبه الحلوف معروفين يعني كيجوزو من تما المدرسه، الا ما داتو شي يما في طهره ولا عملت له بوطات الكومه في رجلو داتو يعني ما يدرس فيها هاد الطفل هذا. وكنناشدو السلطه تدخل في اقرب وقت، يعني الشتوى هي على الابواب. وشكرا. كن دائما على اطلاع باخر الاخبار والتطورات عبر جريده بريس تطوان.